هل تعلم ما هي فوائد الجزر الصحية وما هي انواع جذور الجزر؟ تعد الجذور من اهم الاجزاء الرئيسية في النباتات وهي تقع تحت سطح الارض وتقوم بتثبيت النبات في الارض وكذلك تعمل على امتصاص الماء والعناصر الغذائيه الذائبه ثم ايصالها الى اجزاء النباتات المختلفه بعد مرورها في الساق انواع الجذور انواع الجذور تنقسم الى جزئين احدهما يعرف بالجذور العرضيه فهي جذور لا تنمو من الجذير بل قد تنمو من الساقه مثلا اما النوع الاخر فهي الجذور الابتدائيه التي تتميز بصفات عكسيه مقارنه بالجذور العرضيه فهي جذور تنتج عن نمو الجذير لتتكون عليه بالتتابع جذور صغيره تسمى بالجذور الجانبيه التي ان استدامت سميت بعد ذلك بالجذور الوتديه التي تتميز بشكلها المخروطي السميك في قاعدته والذي يعرف بانه اما شحمي او غير شحمي فالثاني كما في جذور الطماطم، أما الشحمية المغزلي فهو كما في الفجل، أو شحميًا لفتيًا كما في اللفت، ومخروطيًا كما في الجزر، ويمكن تقسيم الجذور اعتمادًا على وظيفتها كالجذور الدعامية الهوائية التي تساعد على تثبيت المجموع الخضري، والجذور الدعامية الساندة ووظيفتها الأساسية سند النباتات. وهناك الجذور الخازنة التي تعمل على تخزين الغذاء والجذور الشدة الجذور التنفسية والجذور التمثيلية والجذور التكاثرية وتعد جذور الجزر ابتدائية ووتدية وشحمية ومخروطية وإليكم أهم الفوائد الصحية للجزر يحسن الجزر من الرؤية وذلك لمحتواه من البيتا كاروتين والتي يتم تحويلها إلى فيتامين ألف في الكبد والتي يتم الاستفادة منها في شبكية العين، وهي التي تعمل على الحماية ضد إعتام عدسة العين وغيرها، يساعد تناول الجزر على التقليل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وسرطان الثدي، وسرطان القولون، إن محتوى الجزر من البيتا كاروتين يعمل كمضاد للسموم، مما يبطئ من الشيخوخة، يعزز الجزر من صحة الجلد لمحتواه على فيتامين أ وكذلك مضادات الاكسده التي تحمي البشره من اضرار اشعه الشمس ويمنع من ظهور التجاعيد المبكره وحب الشباب وجفاف الجلد والتصبغ يمنع امراض القلب عن طريق التقليل من خطر الاصابه بها ان تناول الجزر يقلل ايضا من مستويات الكوليسترول في الدم وذلك لمحتواه من الالياف القابله للذوبان التي ترتبط مع احماض الصفراويه يطهر الجسم لمحتواه من فيتامين ا الذي يساعد الكبد في طرد السموم من الجسم ويقلل من الصفراويه والدهون في الكبد كما ان الالياف الموجوده في الجزر تساعد على تنظيف القولون يحمل اسنان واللثه عن طريق قشط البلاك وجزيئات الطعام ويحفز اللثه لافراز الكثير من اللعاب اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذه المعلومات ولا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل اشعارات القناه